تشكيل لجنة من مديرية الأمن ومن وزارة الحكم المحلي ومن الرئاسي، بحيث أن اللجنة هذه اختصاصها البحث عن المكبات البديلة. طبعا أنتم عارفين أن احنا عندنا مكبات ثابتة موجودة بوسليم، تجورة، أسواني. طبعا بالنسبة لمكب بوسليم هذا وصلت ارتفاع القمامة فيه 25 متر فوق سطح الأرض، يعني من مستحيلات أنك أنت مازال حتى تتعامل معها. التجورة نفس الشيء، أسواني قاعد يشتغل بنظام ساعتين ثلاثة ويوقف يفتح في مسارات عشان يقدر يستقبل أكثر كمية من القمامة، لأن خلاص قدرة استيعابية متاعها شارفت على انتهاء، خلاص ما عادش يتحمل. فلازم تكون في خطة بديلة بحيث أنه ينقل اللي في المكب هذا، ينقل المكب النهائي. هذا مكب مرحلي، المفروض تنقل القمامة اللي فيه المتواجد للمكب المكب النهائي اللي هو تم استعداده هذا بناء على اللجنة المشكلة في المعمورة. لكن ما تمش النقل منه لا هو لا بوسليم. وبالمناسبة في هاللحظات هذه نوقف هنا ونرفع القبعة لأهالي بوسليم وناس بوسليم، ونشكرهم ونقول لهم بارك الله فيهم لأنهم تحملون هالمدة هذه كلها في قمامتنا. احنا من ضمن البدائل اللي كانت مقترحة، وفعلا حتى احنا كنا متوقعين ان بديل كويس، كان عندنا هذه ثالث مرة نحاولوا ان احنا نديروا مكان لتجميع القمامة او للتخلص منها. المرة الاولى كان فيه تعاقد ان بانشاء مصنع، ماهوش مصنع هو بس نظام نقطة ترحيل مرحلية، بحيث بتكون في سوق ثلاث. فطلعوا الأهالي والناس ورفضت وعارضت وصارت لنا شوية مشاكل، قلنا خلاص احنا مع أهلنا وناسنا يلا. فالمدة اللي فاتت حتى صارت لنا الأزمة هدية واحنا ما عندناش مكب، اضطرينا ان احنا نبحثوا على ساحة نجمعوا فيها باش ننقلوا للمكب النهائي. فتم اختيار ساحة هذه الفضاء الأولمبي اللي هنا بجنب جزيرة الدرن. كذلك نفس الشيء، الناس تنادت وطلعت لينا الناس ورفضوا الكلام هدايا وداروا اعتصاموا ما ورفضوا. احنا بالنسبة للأماكن الأولى كان اختيار بلدية الحق، فهمتي؟ والأخير هذا طبعا زي ما قلنا اللجنة هدية مكلفة بالكلام هذا ومعها عضو معانا، وحتى المكان اللي كان بيكون فيه فعلا احنا اللي قلنا أشرنا ليه، قلنا احنا في مكان احنا حسب المواصفات المطلوبة اللي تطلب فيها الدولة، ان مكان يكون يتبع الأملاك العامة، مكان يكون مواصفات الاشتراطية فيه. احنا ارتكزنا على نقطة انه يتبع الأملاك العامة، قلنا لهم عندنا مكان، لكن بعدين الشروط الثانية، الشروط البيئية والشروط الفنية وكذا، ما احنا نحطوها، يحطوها اللجنة اللي فيها اختصاصيين. فتم الاتفاق على المكان هذا، وكان فيه محضر اتفاق وفعلا وقعناه. لكن تفاجأنا أولا برفض القوي والشديد من أهالينا وناسنا في منطقة حي السلام أو جنوب بلدية حي الأندلس، اللي نحترمهم وكلمتهم على رأسنا من فوق، ما عندناش مشكلة معهم، حاضر نلغوه. وثانيا احنا في صدد مشروع، يعني عندنا مبنى غادي في الجهة ديكة، المفروض ان احنا مستهدف ان يكون مستشفى. لو ان ندار مكب غادي، احنا طلبنا في البداية قلنا احنا نديروا نقطة تجميع، لكن شرطنا كبلدية ان نقطة التجميع تكون شركة الناقلة موجودة، ندير نقطة تجميع، يعني نوافق بلدية ونوفر نقطة تجميع، لكن في مواصفات لازم تكون سيارة الرش تكون موجودة يوميا ترش المكان اللي تتجمع فيه القمامة. هذا المفروض انها القمامة ما تباتش هيك في شروطنا، الشركة الناقلة موجودة طول في نفس اليوم ترتفع تمشي للمكب النهائي. فكان الاتفاق بالشكل هذا. المواطنين عارضوا قالوا احنا ما تديروا، ما فيش حد يقبل انك انت تدير كناسة بحده، تدير مكب كناسة. المواطنين معارضين لانهم عارفين وفاهمين ان الجهات المختصة بالكلام هذا تستعمل مكب، ما تحاولش انها تفرغ منه ولا تقول لا، يستعمل مكب يتعبى يقعد يمشوا لغيره، يتعبى يقعد يمشوا لغيره. فهذا الناس سبب لهم نوع من عدم الثقة. لما نجو احنا نتكلم ونقولوا كيف، يقول انت تضمن لي ان انا هدايا خلال فترة مؤقتة وانت تفضيه بعدين، تضمن لي ان الشركة الناقلة موجودة وتشتغل معي هنا. فهذه امور احنا ما نقدر نضمنوها، لان هذه الشركة الناقلة والحاجات هذه والسيارة الاطفال المفروض تكون مع المكان، وسيارة الرش وسيارة الاسعاف والمواصفات المطلوبة للكلام هذا توفر طبعا وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية بالكلام هذا، مش احنا كبلدية. فما نقدروش احنا نوعده بكلام احنا ماهوش فيدنا. فالناس عارضت وعارضت بشدة.